طيب، عندنا كلام كتير جدا بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي. الفريق زي ما قلت لحضراتكم النهارده هيوصل ان شاء الله في تمام الساعه 7:30 مساء بعد فتره 10 ايام ومعسكر كان مهم قوي بالنسبه للنادي الاهلي هناك في اسبانيا. تخللوا بعض المباريات الوديه، 3 مباريات اكيد استفاد منهم النادي الاهلي بشكل كبير في اطار الفتره الحاليه وفي اطار الاستعداد للفتره المقبله، سواء انتهاء الموسم الكروي في مصر بتحديد بطولة الدوري من خلال مباراتي الزمالك والمقاولون، او الاستعداد كمان للموسم الجديد. وبالمناسبة يعني الموسم الجديد كده كده هيكون استعداد خاص، يعني لان انت بعد مباراتي المقاولون والزمالك عندك حوالي ايه فترة تقريبا 20 يوم، ال20 يوم دول اكيد فترة اعداد جديدة للنادي الاهلي، فبالتالي كلها عائدة بالاستفادة بشكل كبير على اللاعبين وعلى الجهاز الفني عشان ان شاء الله يكون في فكر تكتيكي وخططي واضح ومميز بالنسبه للنادي الاهلي تحت قياده مستر مارتين لاسارتي، وفي ظل تواجد هذه الكوكبه الرائعه من لاعبي النادي الاهلي. البعثه غادرت هناك اسبانيا بالتحديد في تمام الساعه 3:00 عصرا ونفس توقيت طبعا مصر. الرحله حوالي 4 ساعات ونصف، يوصلوا ان شاء الله لمقر او لمطار القاهره الدولي مساء اليوم في تمام الساعه 7:30 مساء. دي لقطات طبعا زي ما حضراتكم شايفينها كده من معسكر النادي الاهلي هناك في اسبانيا، واللي انتهى خلاص وان شاء الله يكون ايجابي بشكل كبير ونشوف نتائجه خلال المرحله اللي جايه المقبله، وخصوصا ان انت عندك ماتشين المقاولين والزمالك، دول ماتشين هيحسموا بطوله الدوري باذن الله. باذن الله النادي الاهلي يفوز في الماتشين، وربما مباراه واحده مباراه المقاولون ويحقق بطوله الدوري العام للمره رقم 41 في تاريخ النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي عنده 40 بطوله دوري، لسه في مباريات للزمالك، عنده الجونه وعنده الاسماعيلي كمان، مباراتين اكيد صعبين بالنسبه لنادي الزمالك. هنشوف النتائج هتكون ماشيه ازاي، الاهم بالنسبه للنادي الاهلي هو الفوز باللقاءين ايا كان نتائج الفريق الاخر عشان تحقق هدفك وهدف كل جماهير النادي الاهلي.